السلام عليكم، لاحظ معي، نريد أن نطرح السؤال: ماذا تريد أن تشتري؟ إذا ماذا؟ What لاحظ معي، في العربية نقول ماذا تريد أن تشتري بدون أن نذكر ضمير الفاعل وتكون الجملة صحيحة، لكن في الإنجليزية يجب أن نكتب ضمير الفاعل. إذا نكتب أنت في الإنجليزية، أنت you تريد هو الفعل want أن to تشتري buy. إذا لاحظ معي، عندما نطرح السؤال بهذه الطريقة يكون لدينا فعل رئيسي main verb، والفعل الرئيسي هو want. إذن هكذا what you want to buy تكون الجملة خاطئة. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون لدينا فعل مساعد. إذن فعل رئيسي main verb وفعل مساعد auxiliary verb لكي تكون الجملة صحيحة. إذن لاحظ معي، لكي نعرف الفعل المساعد نرى بأن you want هي في زمن المضارع البسيط simple present، وعندما يكون الفعل الرئيسي main verb في المضارع البسيط فإن الفعل المساعد هو do، نكتبه قبل ضمير الفاعل. إذن قبل ضمير الفاعل you subject pronoun. إذن يصبح لدينا فعل رئيسي want main verb وفعل مساعد do auxiliary verb حتى تكون الجملة صحيحة. ماذا تريد أن تشتري؟ you وضمير الفاعل subject pronoun أنت، do هو فعل مساعد ليكون السؤال صحيحا auxiliary verb. إذن what do you want to buy؟ what do you want to buy؟ what do you want to buy؟ لاحظ معي، متى تحتاج ذلك؟ إذن طرحنا السؤال بنفس الطريقة تقريبا. إذن متى؟ when تستعمل عندما نطرح سؤالا لمعرفة الوقت أو الزمن. إذن متى؟ when. كما قلنا في العربية نستطيع أن نقول متى تحتاجه بدون مشكلة، لكن في الإنجليزية يجب أن نكتب ضمير الفاعل أو الفاعل. إذن أنت you يجب أن نكتب عندما يكون الفعل يجب كتابة ضمير الفاعل تحتاج need. إذا قلنا when need جملة خاطئة، يجب كتابة ضمير الفاعل أنت تحتاج ذلك that. إذا لاحظ معي، كما قلنا عندما نطرح السؤال بهذه الطريقة يكون لدينا فعل رئيسي main verb، هنا الفعل الرئيسي need، ونحتاج إلى فعل مساعد نكتبه قبل ضمير الفاعل you. إذا لاحظ معي كيف نعرف ماذا سنكتب هنا، يعني الفعل المساعد الذي سنستعمله. لاحظ معي you need مصرفة في زمن المضارع البسيط simple present، وعندما يكون الفعل الرئيسي في المضارع البسيط فإن الفعل المساعد الذي نستعمله هو do كما فعلنا هنا do. إذن فعل رئيسي main verb need، فعل مساعد auxiliary verb do. متى تحتاج ذلك؟ you وضمير الفاعل subject pronoun يعني أنت أنت أنتم يعني المخاطب، do هو فعل مساعد auxiliary verb. إذن when do you need that؟ when do you need that؟ when do you need that؟ من تزوره؟ إذا لاحظ معي، من who تزوره؟ كما قلنا في العربية يكفي أن نقول من تزوره دون أن نذكره الفاعل أو ضمير الفاعل، لكن في الإنجليزية عندما نكتب الفعل يجب كتابة ضمير الفاعل كذلك. إذن أنت you تزور visit. إذا قلنا هو visit جملة خاطئة، يجب أن نكتب ضمير الفاعل الذي يليق بالفعل. إذن أنت تزور you visit.
لاحظ معي، كما قلنا عندما نطرح السؤال بهذه الطريقة يكون لدينا الفعل الرئيسي main verb، ونحتاج كذلك عندما نقول who you visit ما زالت الجملة ناقصة أو خاطئة، إذا نحتاج إلى فعل مساعد نكتبه هنا قبل ضمير الفاعل، قبل الفاعل. إذا الفعل الرئيسي main verb visit، نرى بأن you visit هو زمن المضارع البسيط simple present، لقد شرحنا زمن المضارع البسيط في إحدى الدروس. إذا لاحظ معي عندما يكون في المضارع البسيط فإن الفعل المساعد الذي نستعمله هو do، وعندما نكتب الفعل المساعد فإن الجملة تصبح صحيحة who do you visit، من تزور you أنت، do هو الفعل المساعد auxiliary verb. إذن who do you visit، who do you visit، who do you visit. لاحظ معي كيف يعرفون، بدون أن نقرأهم فإن الجملة تكون صحيحة في العربية، لكن في الإنجليزية يجب أن نكتب ضمير الفاعل. إذن كيف، كيف how، how هم يجب كتابتها في الإنجليزية، قد لا نكتبها في العربية وتكون صحيحة. هم هو الضمير they، يعرفون know، know لاحظ معي النطق ننطقها هكذا know بدون أن ننطق k، إذا نقول know، know كما قلنا عندما نطرح السؤال بهذه الطريقة يكون لدينا الفعل الرئيسي main verb هو الفعل يعرف know، ونحتاج إلى فعل مساعد لكي تكون هذه الجملة صحيحة، هكذا تعتبر خاطئة. إذن فعل رئيسي نحتاج فعل مساعد، وهذا الفعل المساعد auxiliary verb نكتبه قبل ضمير الفاعل، إذن ضمير الفاعل هو they نكتبه قبله. لاحظ معي كما قلنا نرى في أي زمن مصرف الفعل الرئيسي، they know هو زمن المضارع البسيط. اليوم ركزنا على المضارع البسيط حتى تضبطوا هذه القاعدة، وسنرى الأزمنة الأخرى وماذا نكتب في الأفعال المساعدة الأخرى في درس قادم. إذن هنا كما قلنا المضارع البسيط simple present، عندما يكون المضارع البسيط فإن الفعل المساعد هو do، الفعل المساعد auxiliary verb. الآن أصبحت الجملة صحيحة. إذن how، كيف، هم يعرفون، كيف يعرفون، هم ضمير الفاعل they subject pronoun، ودو هو الفعل المساعد auxiliary verb. شكرا جزيلا على المتابعة، ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.